في بيان رسمي قامت به إدارة اتحاد العاصمة تؤكد فيه أنه سيتم إعادة افتتاح ملعب عمر حمادي في بلوغين بصفة رسمية. وهنا يبقى السؤال مطروح، هل سيتم افتتاح الملعب كما هو ويتم استقبال مباريات الرابطة المحترفة الأولى في هذا الملعب، أم أنه سيتم افتتاحه من خلال هدم الملعب وإعادة بناء ملعب جديد؟ هنا يبقى السؤال مطروح، خاصة وأن الجميع يعلم أن الحالة الكارثية للملعب لا تسمح له باحتضان مباريات كرة القدم، والملعب بأرضية ذات عشب اصطناعي، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للملعب التي هي قليلة جدا ولا تسمح باستيعاب عدد كثير من المناصرين. كنا نتمنى من إدارة اتحاد العاصمة اتخاذ إجراءات جديدة، وهي بين هدم هذا الملعب القديم وبناء في مكانه ملعب جديد بالمواصفات التي تشاهدونها أمامكم. فهذا التصميم للملعب قدمه مهندس جزائري من أجل أن يتم تبني هذا التصميم واعتماده في حال إعادة هدم الملعب القديم وبناء ملعب جديد. ولكن إذا قامت الإدارة بالاعتماد على الملعب القديم فهذه تعتبر طامة كبرى، خاصة وأن الملعب لا يستوفي أي شروط لا محلية ولا دولية، خاصة من ناحية الأمن أين المناصرين. أصبح الملعب خطر كبير عليهم، خاصة وأن معظم المدرجات يمكن أن تسقط في أي لحظة من اللحظات. كذلك غرف تغيير الملابس ليست بتلك الواسعة والتي تحترم المعايير الدولية، يعني أن كل الأمور لا تسمح باستقبال المباريات في هذا الملعب. هذا الملعب يصلح لاستقبال مباريات اللاعبين الشبان، يعني التي لا يكون فيها أنصار والتي لا تعتمد على حضور جماهيري كبير، أما أن تعتمد على الفريق الأول وأنت تحاول أن تقدم نسخة ممتازة عن اتحاد العاصمة وتذهب وتلعب بهم في ملعب صغير لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 13,000 متفرج وهو بدون مقاعد وبأرضية ذات عشب اصطناعي، فهذا أعتبره فشل ذريع إذا تم اعتماده في المستقبل.